مسيرة راجلة بنواكشوط دعما للأقصى والقدس ومسيرات العودة ورفضا للقرار الأمريكي القاضي بإعلان مدينة القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة واشنطن إليها. المشاركون في المسيرة نددوا بالعدوان الذي شبهت به قوات الاحتلال المسيرات التي شهدها قطاع غزة تزامنا مع ذكرى العودة وقرار ترامب المثير للجدل. هذه المسيرة تضامنا مع مسيرات العودة وشدا على الصامدين في قطاع غزة وشدا على المرابطين في ساحات وباحات المسجد الأقصى، ولنقول أن القدس تتحرر ولو بعد حين، وأن النصر قريب، وأن غزة ستكسر حصارها وستتحرر فلسطين، كل فلسطين، وأن الخنوع الرسمي العربي إلى زوال. المشاركون في المسيرة الاحتجاجية المنددة بنقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة رفعوا شعارات تنتقد الصمت العربي إزاء القرار، كما رفعوا الأعلام الفلسطينية ورددوا شعارات تمجد المقاومة والقدس والأقصى وحق العودة. وأكد ساسة المشاركون في المسيرة أن القدس عاصمة لفلسطين ورافضين قرار تهويد القدس والتخاذل العربي إزاء قضية الأمة المركزية. المسيرة تؤكد اتفاق جميع الشعوب الإسلامية على أن القدس عاصمة لفلسطين وستبقى عاصمة لفلسطين، ونرفض أي تهويد لها وأي تهويد لفلسطين. الاعتقالات والمجازر التي ترتكبها آلة البطش الإسرائيلية بحق سكان قطاع غزة بمساعدة من الولايات المتحدة وبممالأة من قادة بعض الشعوب العربية والإسلامية. يقول المشاركون في المسيرة إنهم خرجوا للتعبير عن رفضها والاحتجاج عليها. تعبير عن غضبنا لما يحصل الآن من مجازر في غزة على مشهد ومرعى من العالم كله، وبمباركة من ما يسمى بعض القوى العظمى وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية. إذن نتناول الاحتجاج على هذا الإجرام الكبير اللي يحصل، وعلى هذا السجن المطبق على سكان غزة. المسيرة الاحتجاجية المنظمة من طرف الرباط الوطني لنصرة الشعب الفلسطيني والمبادرة الطلابية لمناهضة الاختراق الصهيوني والدفاع عن القضايا العادلة انطلقت من ملتقى الطرق المحاذي للمركز الوطني لمعالجة الحروق والجروح البليغة، وتوجهت نحو السفارة الأمريكية في نواكشوط. وأعلن المشاركون فيها رفضهم للقرار الأمريكي بشأن نقل سفارة واشنطن إلى القدس، وأكدوا أن القدس كانت وستظل العاصمة الأبدية لفلسطين.